مشاهدينا، ها هي محافظة درعا تعيش اشتباكات بين قوات النظام السورية ومقاتلي المعارضة بعد مرور شهر على محاصرتها. هي الأعنف منذ 3 سنوات منذ توقيع اتفاق تسوية برعاية روسية. وتقوم الأطراف بالعمل حاليا على اتفاق مرحلي بدأ بإقرار هدنة تضاربت الأنباء حول مدى الالتزام بها. سوريا وتطورات درعا، موضوعنا اليوم مع خالد أبو صلاح الناشط السياسي السوري، هو معنا مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة. أستاذ خالد صباح النور. صباح الخير. أهلا وسهلا أستاذ خالد. بداية مع الوضع الميداني الحالي، الهدنة وفقا للأنباء التي تأتينا من درعا والتي تنقلتها وسائل الإعلام محترمة من الطرفين المقاتلين بالمدينة وقوات النظام السوري، هل يمكن أن يبنى عليها أم لا؟ هي مناورة لا أكثر ولا أقل. الدليل أن هذا هو وضع درعا منذ نحو شهر حتى يومنا هذا، الاشتباكات كل يوم. نعم، للأسف يعني النظام السوري عود السوريين دائما على عدم الالتزام بأي اتفاق، وهذا ما يحصل حاليا في درعا للأسف. يعني المسؤول الروسي أسد الله الذي كان يخوض مفاوضات مع اللجنة المركزية الممثلة لأهالي درعا كان قد اتفق على هدنة أو على هدنة في يوم السبت والأحد، وتم تمديد هذه الهدنة إلى 12 ساعة، ولكن للأسف النظام مجددا يقوم بخرق هذه الهدنة. النظام السوري يعني هو واضح بتصريحاته، واللي بيتابع الإعلام الرسمي خاصة صحيفة الوطن والمقالات التي تكتب عليها وحتى تصريحات رأس النظام في خطابه الأخير يؤكد على أن كل من لا يخضع لمنطقه وسيطرته هو خارج عن القانون، فلا بد من إخضاعه مجددا، وهذا ما يحاول البحث عنه مجددا النظام في محافظة درعا. نعم، على كل الهدنة السارية منذ الساعات بالمحافظة توسط بها الجانب الروسي، تقوم إذن على هدنة مقابل إطلاق عدد من أسرى قوات النظام لدى مقاتلي المعارضة. أستاذ خالد، قال المفد الروسي أنه سيعود إلى دمشق للإتيان بأجوبة على باقي التنازلات التي ينادي بها مقاتلو المعارضة، مصير 130 المطلوبين أمنيا من قبل النظام السوري، ومصير أيضا المراكز الأمنية التي يراد أن تنشر بهذه المحافظة والتي تطالب المعارضة بالإشراف عليها. ما هي الأنباء المتواترة حول هذه النقاط بالذات والتي تعرقل اتفاق التسوية الذي يعمل عليها؟ حقيقة يعني هناك صورتين، هناك الصورة المصغرة وهي تفاصيل ما يجري منذ أن بدأ النظام بحصار محافظة درعا في آخر شهر تحديدا بعد الانتخابات، وهناك صورة أكبر من الصورة الصغيرة. إذا ذهبنا إلى التفاصيل، ففي التفاصيل النظام السوري بدأ مباشرة بحصار محافظة درعا وخرق اتفاق التسوية الذي تم إبرامه بين أبناء المحافظة بوساطة الروسية مع النظام السوري قبل 3 سنوات في 2018، في تموز 2018. كان ذاك الاتفاق ينص على التخلص من السلاح الثقيل والسلاح المتوسط لفصائل المعارضة السورية على أن تبقى موجودة داخل مدنها وبلداتها، ومن ثم يقوم النظام بدخول رمزي إلى مؤسسات الدولة من أجل تسيير الحياة اليومية للناس. في المقابل يتعهد النظام بعدم التعرض للناس وعدم التعرض للمقاتلين السابقين في الجيش الحر، إضافة إلى إطلاق حوالي 4500 معتقل. طيلة 3 سنوات النظام لم يلتزم بما تعهد به أمام الروس في التسوية المذكورة. طيلة تلك الفترة النظام كان يقدم على اغتيالات، كان هناك دوما اشتباكات بين الفينة والأخرى، ولكن النظام بطبيعته لديه استراتيجية واضحة، يؤجل بعض الملفات في سبيل التركيز على ملفات أخرى، فكان لديه هواجس في شمال سوريا وشمال شرق سوريا. عندما انتهى من هذه الهواجس وأتى إلى الانتخابات وجد بأن محافظة درعا بعد الانتخابات خرجت عن بكرة أبيها مقاطعة للانتخابات، وخرجت بمظاهرات عارمة لتقول لنظام الأسد
إننا لا نعترف بك ولا بانتخاباتك. هذا الأمر جعل النظام يحقد على المحافظة مجددا. المشكلة أيضا أن في اتفاق التسوية السابق كان ينص، هناك بند ينص بشكل واضح على إبقاء منطقة درع البلد ومنطقة السد، هذه المنطقة التي يتواجد فيها حوالي 50,000 مدني خارج نطاق سيطرة النظام وتبقى تحت سيطرة أهلها. اليوم النظام، وهذا هو سبب تجدد المشكلة من جديد، بعد حصاره لدرعا طالب أن تخضع هذه المنطقة لسيطرته مجددا، ويطالب أيضا الأهالي إما بالتهجير وإما بتسليم السلاح. طبعا الأهالي ها هنا لم يقبلوا بشروط النظام، وحصلت الاشتباكات المعروفة التي تناقلتها وسائل الإعلام، وكمبادرة حسن نية من قبل فصائل درعا ومن قبل الأهالي قاموا بتسليم الأسرى عبر اللواء الثامن للنظام السوري حتى تكون هناك بادرة حسن نية منهم أمام الوسيط الروسي من أجل محاولة إنهاء مشكلة درعا بدون الذهاب إلى حرب مفتوحة مع قوات النظام السوري. نعم استاذ خالد، دخول الفيلق الثامن المحسوب على روسيا الى هذه المحافظه، وذلك بعد ان قامت الفرقه الرابعه التي يقودها شقيق رئيس النظام السوري ماهر الاسد بالمشاركه بقصف احياء درع البلد طريق السد بقذائف الهاون، كل هذا الى ما يؤشر؟ اليوم نتجه الى سيناريو ادلب جديد بمحافظه درعا، أبعد من هذا الوضع الميداني، ما الرسم الذي يسعى إلى تنفيذه رئيس النظام السوري بهذه المحافظة التي كما ذكرت للتو هي عملية انتقام؟ المحافظة رفضت التصويت لرئيس النظام السوري قبل شهر من يومنا هذا، وبعدها مباشرة تم حصارها والقيام بكل ما نشهده حاليا فيها. يعني في البعد الاستراتيجي، استراتيجية النظام السوري واضحة، يسعى ويصرح ويتحدث بالمطلق أمام جميع الناس أنه يسعى لاستعادة كل شبر من أراضي سورية وإعادة إخضاعه لسيطرته، بعد ذلك ممكن أن يبحث عن تسويات أو ممكن أن يبحث عن حلول سياسية. هذه هي وجهة نظر النظام السوري منذ بدء الثورة السورية وإلى الآن. بالنسبة لدرعا، يعني درعا وما حصل في درعا منذ تسوية تموز 2018، هذه التسوية كانت أشبه بتسوية دولية على ملف درعا. درعا تقع في جنوب سوريا، لديها حدود مع الكيان الإسرائيلي، لديها حدود مع الأردن، هناك قلق من تمدد الميليشيات الإيرانية في هذه المنطقة الحيوية، أيضا الأردن تبحث بطريقة أو بأخرى عن فتح المعابر الحدودية مع سوريا لا سيما بعد جائحة كورونا. هذه الملفات جميعها تجعل المنطقة الجنوبية منطقة حساسة ووجود مصالح متناقضة داخل هذه المنطقة. الآن النظام السوري بعد أن انتهى من مسألة الانتخابات، هناك تحليلين لما يحصل في درعا حقيقة، هذا ما يعني هذا ما يتحدث عنه المتابعون والمحللون للهجوم الأخير على درعا. التحليل الأول يقول بأن ما يحصل في درعا الآن هو بتوجيه روسي بطريقة أو بأخرى، ولكن روسيا بما أنها كانت راعية للتسوية لا تريد أن تظهر للعلن بهذا الوجه، وإنما تريد أن تبقى خلف الميليشيات الإيرانية والميليشيات جيش النظام، وبهذا الأمر روسيا تسعى لتحصيل أيضا تنازلات من أهالي منطقة الجنوب وتسليم السلاح الفردي وأخضاع المنطقة بالكامل لسيطرة النظام السوري ضمن الاستراتيجية الروسية الواسعة التي لديها تفسير معين للقرار 2254 بأنه سوريا تعود كاملها لسيطرة النظام السوري، ومن ثم نحن نسعى لتطبيق القرارات الدولية ونبحث عن تسويات سياسية. وهناك أيضا تحليل مناقض كليا لهذا التحليل. هذا التحليل الآخر ينطلق من أن ما يحصل في درعا إنما هو بسعي من النظام السوري وبعيد عن إرادة ورغبة الروس. ينطلق هذا التحليل من نقطة أساسية بأن النظام السوري يبحث عن نصر بعد الانتخابات، نصر يعيد له هيبته أمام السوريين أمام المجتمع الدولي، وأين بالإمكان أن يجد نصر مثل النصر على أهالي درعا التي هي مهد الثورة السورية والتي هي تعتبر من أهم رموز ثورة الكرامة والحرية للسوريين. هذا النصر لا يستطيع تحقيقه في إدلب، لا يستطيع تحقيقه في شرق الفرات، فيذهب إلى درعا من أجل أن يحقق هذا النصر.
أيضا نقطة أخرى، هناك بعض المصادر الصحفية التي تحدثت عن زيارة قبل أيام قليلة من قبل مبعوث الرئيس الروسي ألكسندر روزين. ألكسندر روزين يعني يعتبر هو أحد أهم المساعدين لوزير الدفاع سيرجي شويغو الروسي. إسكندر روزين قام بزيارة إلى بصرى الشام إلى اللواء الثامن وقائد اللواء الثامن أحمد العودة، ومن ضمن المعلومات التي تم تسريبها بأن ألكسندر روزين أوصل للعودة عدم رضا الروس عن الحسم العسكري في ملف درعا، مما جعل عناصر اللواء الثامن والجو العام في درعا يحاول أو يأخذ إشارات ومؤشرات بأن الروس غير راضين عن هذه العملية طبعا، وهذا ما يؤكده أيضا عدد من أعضاء لجنة التفاوض المركزية في درعا، حيث يقولون أن الروس يحاولون لعب دور الوساطة. في الحقيقة أمام هذين التحليلين المتناقضين كليا، يعني الواضح تماما أن النظام يحاول من جديد كسب أوراق جديدة في الملف السوري، يحاول من جديد إخضاع جميع السوريين لسلطته. هل أريد أن أضيف هنا نقطة بسيطة، وإن كان قد تشعب التحليل قليلا لكن للأسف هذا هو الواقع، في ظل غياب معلومات دقيقة نحاول أن نجمع ما يمكن من التحليلات المنطقية لنقوم بربطها مع بعضها البعض. هناك أيضا بعض المصادر تتحدث أنه داخل الجانب الروسي نفسه هناك وجهتي نظر، وجهة نظر وزارة الخارجية الروسية التي يمثلها لافروف، ووجهة النظر هذه تقول بأن النظام يجب عليها أن يسيطر على جميع الأراضي السورية، وتفسر وجهة النظر القرار 2254 من وجهة نظر الروس يسيطرون على جميع الأراضي السورية، من ثم يعقدون بعض الصفقات مع المجتمع الدولي ومع المعارضة الداخلية من أجل محاولة إجراء تغييرات شكلية في النظام السوري لكن دون أن تمس جوهر النظام. على كل الأساس خالد، في المقابل هناك أيضا أستاذ خالد أسف على مقاطعتكم، يعني وفق كما ذكرتم درعا ليست إدلب، درعا لديها أهمية جيوسياسية جيوستراتيجية تقع عند حدود مع إسرائيل ومع الأردن الذي أغلق معبر جابر نصيب الحدودي بعد الاشتباكات التي شهدتها المحافظة أمام البضائع أيضا والركاب. أي من السيناريوهين هو أقرب إلى الواقع يخدم مصالح الروس الداعمة بالأصل لأمن إسرائيل بالدرجة الأولى بهذه المنطقة؟ يعني بالأسف هذا هو الأمر المحير، كيف للنظام السوري وللميليشيات الإيرانية أن تقدم على هجوم واسع النطاق بهذا الشكل، وبالأصل كان هناك تفاهمات أردنية إسرائيلية روسية حول اتفاق تموز 2018 التسوية تقضي بإبعاد الميليشيات عن هذه المنطقة الجيوستراتيجية الهامة، لكن للأسف يعني نحن كسوريين كناس يعرفوا هذا النظام، كناس ليس لديهم بالأصل ثقة بالروس، أصحاب اتفاقيات خفض التصعيد الشهيرة والتي قاموا بخرقها وقضموا ثلاث مناطق من مناطق خفض التصعيد كالغوطة وكدرعا وكحمص ومن ثم لم يبقى إلا إدلب، للأسف يعني لا يوجد ثقة بالروس بالمطلق، وهذا ما تظهره الوقائع خلال الثورة السورية. وكذلك الأمر النظام السوري لديه استراتيجية واضحة يعبر عنها لا يخجل منها، قام بإجراء انتخابات ضد الشرعية الدولية التي تقتضي بوجود أربع سلال، من ضمن هذه السلال سلة الدستور ومن ثم انتخابات، هو أجرى انتخابات خارج الشرعية الدولية، فلو توفرت إرادة دولية حقيقية لتم تصنيف هذا النظام على أنه دولة مارقة، ولكن المجتمع الدولي يتعامل مع الواقع كما هو للأسف. فحقيقة سيناريوهات مفتوحة في درعا، كل الاحتمالات واردة، لكن من خلال تواصلنا مع الأخوة المتواجدين في درعا، مع لجنة التفاوض، مع الشباب الناشطين في داخل درعا، جميع أبناء المحافظة مصرين على البقاء في أرضهم، على التمسك بأرضهم، لا يريدون التهجير نحو الشمال، فهذه أرضهم وحقهم الطبيعي أن يدافعوا عنها. وفي الوقت نفسه يعني نحن نعلم إذا لم تتوفر بالفعل إرادة أردنية روسية أمريكية حقيقية لوقف هذا الهجوم،
فالنظام لا يوجد لديها أي خطوط حمراء للأسف. على كل الأستاذ خالد سنكون بمتابعة إذن لتطورات درعا ومصير الهدنة إذن التي أقرت بالمحافظة بالساعات الماضية. أستاذ خالد أبو صلاح الناشط السياسي السوري، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة، كنتم معنا مباشرة من العاصمة القطرية الدوحة.